انتهت انتخابات المغتربين وكل احتفل بالإنجاز، لكن خلف مشاهد الشاشات لغة أرقام تحكي عن حجم مشاركة اللبنانيين المقيمين في الخارج بالانتخابات النيابية. فمن أصل 900 ألف مغترب يحق له الانتخاب، سجل نحو 83 ألفا منهم أسماءهم للمشاركة، أي نحو 9%، نسبة منخفضة جدا تعود إلى أسباب عدة. ما أعطيناهم وقت كفاية وما عملنا لهم أعلام كفاية. نحن بدي أذكركم قلعنا حملة التسجيل بتشرين الأول، كيف بدهم يلحقوا العالم بكل دول العالم يتسجلوا؟ وإجت بقلب هاي القصة الأزمة يلي بتعرفوها تبع دولة الرئيس، الناس ما عادت مصدق أنه في انتخابات. فضلا عما ذكره الوزير جبران باسيل ردا على أحد الأسئلة، فإن عدم رغبة كثير من المغتربين في الانتخاب ولا مبالاتهم، إضافة إلى أنها تجرى للمرة الأولى، كلها عوامل ساهمت في انخفاض هذا العدد. الرقم يلي تسجل 84,000 هو عمليا منه شيء بالنسبة لنسبة للبنانيين الموجودين برا يلي هن بالملايين. شفنا بس في 84,000 لأنه بس الحكومة صرفت $300,000 يلي هو مبلغ زهيد جدا لتشجيع اللبنانيين أنه يتسجلوا بالخارج، هذا من أشهر قليلة. 55% هي نسبة الاقتراع في الخارج، إذ إن من بين المسجلين 83,000 اقترع 46,000. وهنا طرح السؤال الذي حير كثيرين، لماذا لم يقترع جميع من سجلوا أسماءهم للانتخاب؟ يا ما في ناس مسجلوا وصلت ما لقيت اسمها، يا ما في عيال مسجلة، كل واحد كل فرد من العائلة موجود ألمه بمدينة معينة أما بولاية معينة بالدول الكبيرة، وهذا الشيء أدى إلى أنه الناس ما يمكن تتشجع، وساعتها العائلة كلها ما راح تتصوت. الزحمة اللوجستية على الأقلام. ثلاثة أيام متتالية عاشها اللبنانيون كانت أشبه بمهرجان شعبي امتد على 5 قارات، لكن العرس الديمقراطي كان أقرب إلى حفلة تعارف منه إلى انتخابات، هكذا تقول الأرقام. فمن كل المغتربين الذين يحق لهم الانتخاب لم يقترع سوى 5%. نعيم برجاوي، قناة الجديد.